السلام عليكم. من الحاجات المميزة جدا عندنا بفضل الله، واللي اعتقد الى حد كبير مش موجودة عند غيرنا، اشكال الخشب الكتير قوي والمتنوعة. ده مش كل الشغل اللي عندنا، ده جزء منه. دي حاجات بنستخدمها للمعلقات ولتزيين شغل كتير قوي. في ناس بتاخدها كنوع من انواع اللوجو للشنط. زي ما انتم شايفين اشكال كتيرة ومتنوعة وكلها مميزة، تدي رونق وجمال للشغل بتاعنا. عندك مثلا دي ورقة شجر، ده حجمها، ده من هنا وده من الشكل من ظهرها. عندك شكل الهلال ده، عندك المربع باللونين دول، عندك القلب، الفراشة، عندك الفراشة التانية، ده انا مش عارفة ده عبارة عن ايه بالظبط، بس هو شكل من الاشكال. النجمة، الوردة، عندنا وردتين ثلاثة، عندنا دي ورقة الشجر، عندنا حاجات تانية نقدر نستخدمها. القطعة دي ده وشها وده من جنبها، بيتدخلوا الخيط من هنا. عندنا حاجات كتير. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، ازيك؟ عندنا حاجات كتيرة جدا 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 نقدر نستخدمها في الشغل بتاعنا. ده القطعة دي ده وشها وده ظهرها. زي ما انتم شايفين اشكال كتيرة جدا، الناس زي ما قلت لكم كتير جدا بياخدوهم وبيستخدموهم كأنهم لوجو للشنط. خشب مميز جدا، مش سهل كسره. اوعى تفتكروا عشان خشب يتكسر، لا خالص. زي ما انتم شايفين من الصعب جدا كسره، تمام. حاجات جميلة جدا وبتعطي للشغل طعم تاني، بتاخده في حتة تانية خالص. اتمنى الحاجة بتاعتنا تعجبكم، اتمنى اللي انتوا بتتمنوه بتلاقوه عندنا. وكل فيديو وانتوا طيبين، وما زلنا بنصور في فيديوهات الشغل اللي عندنا. انتظروا الفيديو الجديد، ويا ريت دعم منكم لينا، وشكرا لكم.